سعيدين جداً بحضور المشرعين الرئيسيين للقطاع المالي ولقطاع التقنية المالية في السعودية. معنا اليوم سارة بن سعدان، أخصائي أول وحدة التقنية المالية، نورة اليحيى، المدير العام لشعبة سياسة التأمين، نواف الشعلان، مدير شعبة تراخيص المدفوعات، سلطان الحارثي، مدير شعبة تراخيص التمويل، تركي كبارة، أخصائي البيئة التجريبية. حياكم الله جميعاً، سعيد جداً بتواجدكم معنا. طبعاً الأخوان اليوم راح يتفضلون علينا ويشاركونا بعض المستجدات والحديث عن القطاع بشكل عام، وبعدها بناخذ الأسئلة من الحضور سواء عبر المنصات المختلفة أو الموجودين عندنا. سارة تفضلي. السلام عليكم. بس ممكن بس نزار في إيشو في ترى هو قلب هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم هيئة السوق المالية أود أن أرحب بجميع الحضور على اهتمامهم بالحضور في مثل هذه الورش التعريفية التي تمكن الهيئة والجهات التشريعية من إبراز أهم المستجدات ومشاركتها مع الجمهور. كما أود أن أشكر فنتك السعودية على اهتمامهم بتقديم مثل هذه الجولات في كل عام ودعمها لمنظومة فنتك في المملكة العربية السعودية. بداية أود أن أتكلم عن الهدف الرئيسي من هذه الورشة التعريفية، وهي مشاركة المهتمين بأبرز مستجدات مختبر التقنية المالية. سنتطرق في حلقة النقاش هذه عن رحلة الهيئة في دعم التقنية المالية، بالإضافة إلى تمكين الهيئة بدعم فنتك السعودية لتقديم خدمات تمكن المهتمين بالتقدم للمختبر لتمكينهم من الفهم المعرفي من خلال المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى أبرز المواضيع شيوعاً حول المختبر التقنية المالية. انطلاقاً من أهداف الهيئة التطويرية والتمكين التنظيمي التي تقدمها الهيئة بدعم الفنتك من خلال المختبر، بدأت الهيئة بإطلاق مختبر التقنية المالية في عام 2017، وصرحت لأول نماذج في 2018، وبعدها استمرت بجهودها في التصريح واستقبال الطلبات على دفعات متفرقة. يضم المختبر حالياً 6 نماذج أعمال متنوعة، منها منصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها ومنصات المستشار الآلي ومنصات التي تستخدم تقنية السجلات الموزعة Distributed Ledger Technology بطرح لترتيب الأوراق المالية وحفظها. كما صرحت الهيئة مؤخراً منصات لتوزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري. ساهم هذا الاهتمام التنظيمي في إصدار 19 تصريح، ويضم المختبر حالياً 17 شركة لتقديم خدماتها، فقدمت هذه الشركات إنجازات خلال فترة المختبر. فعلى سبيل المثال، نمت الأموال المجمعة لمنصات تمويل الملكية الجماعية ومنصات طرح أدوات الدين لتصل إلى 153 مليون ريال سعودي منذ انطلاقها في 2019 إلى الربع الثالث من هذا العام. واستكمالاً لجهود الهيئة في دعم التنظيم، اعتمدت هيئة السوق المالية التحديث الأخير لتعليمات تجربة التقنية المالية لتمكن المهتمين بالتقدم لمختبر التقنية المالية من فهم طبيعة المختبر والمتطلبات التي تنظم مختبر التقنية المالية من بداية التصريح إلى الإشراف إلى ما بعد التخريج. وتهدف الهيئة من خلال هذا التحديث لدعم المهتمين
بشكل فعال لضمان توفير التوجيه الكافي للمتقدمين. تضمنت أهم جوانب التطوير في التعليمات تحديث آلية استقبال الطلبات، حيث اتبعت الهيئة نهجاً في السابق باستقبال الطلبات على دفعات معينة تعلن عنها. في الوقت الحالي ترحب الهيئة باستقبال الطلبات خلال السنة، ويتم تقييم هذه الطلبات على دفعات معينة يعلن عنها. تقيم الهيئة هذه الطلبات وفقاً للمتطلبات التنظيمية الواردة في التعليمات، بالإضافة إلى نموذج العمل الذي تم تحديثهم مؤخراً بالتزامن مع تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية. وبعد بعد أن تقيم الهيئة أهلية المتقدم، يتم إخبار المتقدم بأهليته، وبعدها تعد الهيئة متطلبات تنظيمية إضافية تشارك المتقدم فيها. وبعد أن يتم تقييم هذه المتطلبات التنظيمية من قبل المتقدم ويكون قادراً على الالتزام بهذه المتطلبات التنظيمية الإضافية، تقوم الهيئة بالتصريح لنموذج العمل. وبعد التصريح تقدم الهيئة مهلة لاستيفاء متطلبات العمل، وهذه الفترة مرتبطة بنموذج العمل، وعلى المتقدم أن يستوفي جميع المتطلبات المرتبطة في البدء في ممارسة العمل خلال هذه المدة. وعند إشعار الهيئة في استعداده للبدء في ممارسة العمل، تقوم الهيئة بالموافقة على المتقدم على المصرح له بالبدء في ممارسة العمل، ويتم احتساب فترة التصريح التي هي سنتين من تاريخ ابتداء ممارسة العمل. كما تتضمن تحديث التعليمات على متطلبات الإشراف، حيث تقوم الهيئة بالإشراف الدوري على الشركات المصرح لها. وتضمنت أيضاً التحديث على متطلبات تنظم ممارسة العمل، على سبيل المثال الالتزام بالقيود الواردة في إيقاف ممارسة العمل والتخارج الملاك، بالإضافة إلى بعض القيود الأخرى التي يمكنكم الإشارة إلى التعليمات فيها. خلال فترة التجربة تدرس الهيئة المتطلبات التنظيمية الملائمة لنموذج العمل، وعند إصدارها للإطار التنظيمي يتم تقييم قدرة الشركة على الامتثال مع تلك المتطلبات. وعندها يمكن للشركة المصرح لها أن تقدم على الترخيص المناسب أسوة بمؤسسات السوق، أو تنفذ استراتيجية التخارج التي قدمت عليها خلال فترة التصريح. هنا نود نتكلم عن دور هيئة السوق المالية في تمكين فنتك السعودية، حيث تعنى فنتك السعودية لتنظيم منظومة الفنتك بشكل كامل، حيث تسعى لتكون المملكة وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية. وتمكن هيئة السوق المالية فنتك السعودية لدعم المهتمين في التقدم على التصريح من خلال فهم الإطار التنظيمي لتجربة التقنية المالية، الربط مع مزودي خدمات، تطوير الفكرة بما يتناسب مع المتطلبات التشريعية من خلال مسرعات الأعمال ومساحات تقدم مساحات أعمال مشتركة وفعاليات وورش عمل كما جولة فنتك. نظمت هيئة السوق المالية مؤخراً تقديم خدمات الفنتك من قبل مؤسسات السوق، حيث أتاحت لمؤسسات السوق المرخص لها لإدارة الاستثمار بتقديم خدمة المستشار الآلي بعد إشعار الهيئة، ونظمت لمؤسسات السوق المالية التي تريد أن تقدم خدمة تمويل الملكية الجماعية ومعها حيازة رخصة الترتيب، أن تقوم بتقديم هذه الخدمة مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الإضافية ضمن مختبر التجربة المالية، مختبر التقنية المالية. وهنا ختاماً أود أن أذكر الجميع بآخر موعد لاعتبار طلبات تصريح تقنية
المالية ضمن الدفعة الخامسة هو 15 ديسمبر، كما يمكنكم التواصل على هذا البريد الإلكتروني. وفي الختام أود أن أشكر الحضور على حسن الاستماع. نقطة الطلع. أيوة. من عندك. السلام عليكم. كذا صوتي واضح؟ الله يحييكم جميعا. حاب امسي حسام الحضور اللي معانا اليوم، حتى اللي معانا من المنصات المختلفه انضموا لنا فيرتشولي. ان شاء الله اليوم بتكلم لكم عن البيئه التدريبيه التشريعيه الخاصه بالبنك المركزي اللي اطلقها البنك المركزي قبل 3 سنوات تقريبا عام 2018. طبعا الهدف للبيئه التدريبيه التشريعيه اللي اطلقها البنك المركزي كان لها هدفين اساسيين. اول شيء للبنك المركزي السعودي، هدف منها كان انه يسوي اطار تشريعي يحتوي فيه الابتكارات الجديده في قطاع التقنيه الماليه على اساس يدرس اثرها على القطاع المالي، وايضا يفهم المخاطر منها على اساس يحتوي هذه المخاطر وايضا النظر في ايجابياتها. هذا الاسبكت الاول. عندنا الهدف الثاني اللي هو للمبتكرين، سواء المؤسسات الماليه المرخصه او شركات التقنيه الماليه الناشئه. طبعا سابقا كان اذا عنده ابتكار في القطاع المالي وما في اي قاعده تسمح لنا يختبر منتجه، او حتى في قاعده موجوده تتبع منتجه ولكن فيها كنترولز ممكن تحد من اختبار هذا المنتج، ما كان يستطيع اختبار هذه الخدمه. لكن حاليا بيئة تدريبيه تسمح له يختبر المنتج لفتره محدده، عاده هذه الفتره تتراوح بين 6 أشهر الى سنه، بعدها يتم اصدار قواعد جديده خاصه بالمنتج، او اذا له قواعد لها علاقه يتم تحديثها. طيب قبل ما ادخل على وش المعايير الخاصه بالتقديم على البيئه التدريبيه، ودي اوضح شغله. يعطيهم العافيه الزملاء في فنتك السعوديه طوروا فنتك اسسمنت تول. هذه الفنتك اسسمنت تول تسمح لك انك تكتب وش المنتج اللي ناوي تقدم عليه، ويقول لك اذا المنتج له قواعد او اصلا اذا يتبع البنك المركزي السعودي او عند الزملاء في هيئه السوق الماليه. طيب بعد ما تدخل على الفنتك اسسمنت تول او انك تطلع على القواعد الخاصه بالبنك المركزي، شفت انه ما في قاعده تسمح لك تختبر المنتج، هنا ممكن تقدم على البيئه التدريبيه. طيب كيف اعرف كيف استوفي متطلبات البيئه التدريبيه؟ طبعا عندنا 5 معايير اساسيه في البيئه التدريبيه. اول واحده وتقريبا ذكرناها اللي هي اصاله الابتكار، المنتج ما له اي وجود في السوق او انه له وجود ودك تختبره بتقنيات جديده. طبعا في تقنيات كثير ما ودي احدد واحده، هي زي الاي اي والمشين ليرنينج والبلوك تشين. هذا بالنسبه للمعيار الاول الاساسي، قلت اوكي انا المنتج حقي جديد وما له اي سابقه في السوق فانا ممكن اقدم على البيئه التدريبيه. طيب وش المعيار الثاني؟ عندنا الفائده للعملاء، المنتج اللي ودك تقدمه على البيئه التدريبيه لازم يفيد العملاء بشكل مباشر او غير مباشر. طبعا بشكل مباشر انه بيقدم له خدمه ماليه جديده تفيده، بيرفع له الكواليتي او بيزيد له الامان. ممكن تكون بشكل غير مباشر من ناحيه انه يزيد التنافس في السوق على هذه الخدمه. هذا بالنسبه للمعيار الثاني. طبعا عندنا المعيار الثالث اللي هي دعم رؤيه المملكه 2030، وخصوصا برنامج تطوير القطاع المالي اللي له عدة مستهدفات، منها دعم نشاطات الاستثمار الكاش للسوسايتي والشمول المالي وعدة مستهدفات أخرى في برنامج تطوير القطاع المالي. طيب هذه أول 3 معايير. المعيار الرابع عندنا الجاهزية للاختبار. أنا اللي يقدم عندي على البيئة التدريبية أتوقع أنه يكون جاهز، عنده بروجكت بلان، عنده بزنس بلان واضحة، عنده كي بي آيز وده يختبرها، أيضا يكون عنده علم في مخاطر المنتج اللي وده يقدم عليه في البيئة التدريبية. طيب نجي عند آخر معيار اللي هو خطة الخروج. طيب أنا بقدم على البيئة التدريبية، بدخل أختبر منتجي 6 أشهر إلى سنة تقريبا، نقول إذا نجحت لازم يكون عندك expansion plan وsustainability plan على أساس تحافظ على growth حق المنتج، لأن بعد فترة البيئة التدريبية غالبا يا بنطور القواعد الحالية أو بنصدر قواعد جديدة وعلى أساسها تقدر تسلك expansion في الماركت.
طيب في سيناريو ثاني وهو لا قدر الله فشلت التجربة في البيئة التدريبية، لازم يكون عندك خطة واضحة كيف أنا راح أعوض العملاء اللي شاركوا معي في هذه التجربة. فهذا بالنسبة للمعايير الأساسية للتقديم على البيئة التدريبية. إذا شفت أن المنتج يستوفي هذه المعايير الخاصة بالبيئة التدريبية، ممكن ننتقل للسلايد الثاني. هذه عندنا مراحل البيئة التدريبية. طبعا عندنا المؤسسات الماليه المرخصه من قبل البنك المركزي السعودي تستطيع التقديم على البيئه التدريبيه طوال فترات السنه. اما بالنسبه للشركات الستارت اب او الشركات الغير مرخصه من البنك المركزي السعودي تستطيع التقديم في فترات محدده. احنا تقريبا فتحنا مره في 2019، مره في 2020، ومره في 2021، ان شاء الله في مترات اضافيه قادمه. طيب كم بتكون الفتره المحدده هذه؟ بتكون 30 يوم. احنا فتحنا تقريبا في جانوري إلى فبروري، كان 30 يوم. بعدها وش يصير؟ عندنا 60 يوم يتم فيها تقييم هذه الطلبات، نشوف هل تستوفي المعايير الخاصة بالبيئة التدريبية. إذا تستوفي بنصدر لهم خطاب قبول. طبعاً خطاب القبول هذا يحتوي على الفترة الزمنية اللي بيختبر فيها المنتج، أيضاً بيكون عليه limitations و thresholds على أساس نحد من المخاطر بحكم أن اختبار ومنتج جديد في القطاع المالي. بعد فترة التجربة اللي ممكن تمتد 6 شهور أو سنة ونصدر خطابات القبول، بعد ما نقيم المخاطر نشوف كيف نحتوي هذا المنتج عندنا في البنك المركزي، نجي لآخر مرحلة اللي هي الخروج. طيب إذا نجحت التجربة يعني نصدر لها قواعد جديدة وعلى أساسها يقدم على الترخيص المباشر ويتخرج من البيئة التدريبية، أو نوقف التجربة والمنتج ونبدأ بتنفيذ خطة الخروج اللي كانت عندنا موجودة في البداية في أبليكيشن التقديم. هذا بالنسبة لمراحل البيئة التدريبية. أنا ودي صراحة حتى لو واحد ودي يقدم على البيئة التدريبية، ودي تطلعون على الإطار الإشرافي الخاص بالبيئة التدريبية اللي بيخليك تقدم نموذج مثالي للقبول في البيئة التدريبية. طيب هنا صراحة أنا ودي أذكر وش الخدمات اللي تم قبولها سابقاً في البيئة التدريبية على أساس تقدر تسوي كونكشن بين فكرة البيئة التدريبية وش المنتجات الممكن اختبارها. طبعا عندنا أول شيء في القطاع البنكي تم تحديث عدة قواعد اللي هي قواعد فتح الحسابات البنكية. لأن سابقاً ما كنت تقدر تفتح حسابات بنكية لا للأفراد ولا للشركات عن بعد. قواعد الجديدة تستوفي هذا الشرط، وأيضاً التقديم على الكريدت كارد أو التمويلات الشخصية ما كنت أول تقدر تقدم عن بعد. بعد اختبارها في البيئة التدريبية تم تحديث القواعد للسماح فيها لجميع البنوك. وعندنا أيضاً في قطاع التقنية المالية في 6 تقريباً قواعد أو إرشادات جديدة تم إصدارها في قطاع المدفوعات، تمويل جماعي بالدين، تمويل استهلاك المصغر، في أشياء حتى في الانشورتك، وممكن حتى من أكثر الأشياء اللي طلعت مؤخراً اللي هي الباي ناو باي ليتر، طلعت لها الإرشادات المعنية فيها بعد اختبارها عندنا في البيئة التدريبية. طيب هنا ودي صراحة أعطيكم فكرة عن الشركات اللي شاركت في البيئة التدريبية أساس تقدروا تربطونها مع المنتجات. طبعا شارك عندنا 32 شركة تقنية مالية. كيف في شركات فاميليار ممكن تشوفوها زي اس تي سي باي، فودكس، جيديا، تمام، وسلفة، وعدة شركات أخرى. عندنا 14 بنك ومصرف، بس طبعا هذه أغلبها ذاكرينها قبل الميرج، لأن أغلب المنتجات تم اختبارها بين عام 2018 و 2019. فهذا بالنسبة اللي صار عندنا في البيئة التدريبية. اللي ودي يقدم على البيئة التدريبية زي ما قلت ودي يجرب الفنتك أسسمنت تول اللي طوروها الزملاء مشكورين في فنتك السعودية، ويطلع على الإطار التنظيمي الخاص بالبيئة التدريبية. وإذا عندك أي أسئلة بخصوص المنتجات اللي ودك تقدم عليها البيئة التدريبية، عندنا الإيميل الخاص بالبيئة التدريبية اللي هو sandbox@sama.gov.sa، أو تتواصلوا مع الزملاء فنتك السعودية إن شاء الله يفيدوكم بخصوص المنتجات. وتوقع الأسئلة بعدين لاحقاً بنشوفها. فبنتقل زميل نواف الشعلام بيتكلم عن قطاع المدفوعات. الله بالخير. يمكن أبدأ بشكركم على الحضور، وأيضاً الشكر موصول للزملاء في فنتك السعودية على تنظيم اللقاء اليوم، وإن شاء الله بإذن الله أنكم تستفيدون ونستفيد منكم بحول الله. يمكن أنا ما عندي سلايدات كثير وما راح أطول عليكم، ونترك الفرصة إن شاء الله في النهاية للأسئلة اللي ممكنها تثري النقاش أكثر. يمكن بتكلم عن التطورات التنظيمية المرتبطة بقطاع المدفوعات الريسنت أبديتس. طبعاً يمكن نبدأ ب 2018-2019 لما صدر قرار مجلس الوزراء بأنه البنك المركزي السعودي هو المشرف والمشرع لقطاع المدفوعات، وهو أيضا المشغل لنظم المدفوعات والتسويات في المملكة، ويحق للبنك المركزي السعودي
بالنظر للقرار إصدار الأدوات النظامية اللي تعتمد في أساسها على قرار مجلس الوزراء. طبعاً بعدها صدر الإطار الإشرافي لنظم المدفوعات والتسويات، كان أحد أهداف الإطار الإشرافي هو التوضيح للعموم النهج الإشرافي اللي يتبع البنك المركزي في الإشراف على البنى التحتية الأساسية، ومن ضمنها البيمنت سيستم انفراستراكتشر. برضو استندنا في قرار مجلس الوزراء لاحقاً على إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وصار في نهاية 2019 مشروع القواعد نشر للعموم، وأخذنا فيه مرئيات العموم، وصار ريفلكشن على بعض المرئيات اللي رأينا رأى البنك المركزي أنها مناسبة في هذاك الوقت. طبعاً يمكن اعتمدنا على أفضل الممارسات الدولية العالمية، خصوصاً تركيزنا كان على دول مجموعة العشرين والدول المتقدمة في قطاع المدفوعات، وصدرت الحمد لله القواعد في عام 2020، وبعدها بدأت مرحلة إطلاق التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات. وكان في يمكن شرح أخوي تركي قبل شوي، كان في شركات قبل القواعد هذه كانت تطبق تجاربها في البيئة التشريعية، فالحمد لله حصل سموث ترانزيشن ما بين البيئة التشريعية إلى البيئة النظامية في ظل إصدار القواعد. طبعاً ما توقفنا على الإطار التشريعي القواعد فقط، اشتغلنا على نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة أسوة لما هو معمول به في دول مجموعة العشرين، وأيضاً لتركيز البنك المركزي على سلامة القطاع ودعم الابتكار فيه. الحمد لله صدرت الموافقة السامية في نهاية شهر أكتوبر على نظام المدفوعات، والآن احنا شغالين برضو في 2021 على الأدوات النظامية المرتبطة بنظام المدفوعات نفسه. طيب يمكن السلايد هذا بتكلم عن إجراءات التراخيص. لما صدرت القواعد في 2020 كان في وقتها مقدمي خدمات المدفوعات في القطاع يعملون من دون ترخيص، فأعطت القواعد فترة سماح 6 أشهر من تاريخ صدور القواعد، وحثت سواء الشركات الجديدة اللي عندهم نماذج أعمال جديدة أو أفكار جديدة أنها تقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص. وكان في أيضا مسار آخر للشركات اللي تعمل في القطاع وحابة أنها تدخل تحت المظلة النظامية للبنك المركزي وتحصل على ترخيص، فكان في مسارين. طبعا الإجراءات والمتطلبات هي يمكن مضمنة في المادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات لنوعين من الأنشطة: نشاط المحفظة الإلكترونية والنشاط الآخر اللي هو خدمات المدفوعات، وتحت كل نشاط في خدمات عديدة سواء خدمات نقاط البيع أو مدفوعات التجارة الإلكترونية أو التحويل الدولي أو تحويل النظير، ففي خدمات عديدة صراحة غطتها القواعد ويعني تدخل ضمن الأنشطة المدفوعات. احنا صراحة يعني لما تجينا الطلبات في البنك المركزي مثلا على سبيل المثال الشركات الجديدة، الناظر خطة العمل، الناظر الفكرة الأساسية، الناظر فهم مقدم الطلب لخدمة المدفوعات، فهم المتطلبات الرقابية والإشرافية، كذلك فهم المخاطر المرتبطة بنموذج العمل وطريقة تغطيتها، وهذه من ضمن الأشياء اللي نشوفها، بجانب طبعا اللستة اللي موجودة كمتطلبات أساسية ومن ضمنها إثبات الملاءة المالية، نموذج الطلب اللي موجود. طبعا كان في تولز صراحة من بعد ما صدرت القواعد تساعد مقدم الطلب في أنه يقدم الطلب وترشده كيفية تقديم طلب كامل متكامل للبنك المركزي، من ضمنها إرشادات التقدم بطلب ترخيص اللي أصدرها البنك المركزي، من ضمنها الملفات والفورمز اللي يقدمها مقدم الطلب، وتكون من ضمنها هي ضمن الملف جايدلاين كيف مقدم الطلب يعبي البيانات. ونموذج يمكن نموذج طلب الترخيص فيه جايدلاين على كيف تعبي وتشرح النموذج التشغيلي الخاص بك، كيف تعبي وتشرح النماذج المرتبطة أو المخاطر المرتبطة بالنموذج، أيضا خطة العمل، السعودة إلى آخره. يمكن حتى من ناحية الجانب التنظيمية
لقطاع المدفوعات. يمكن قطاع المدفوعات يعني من القطاعات اللي يعتمد في أساسه على عدة جوانب الإيكو سيستم، يعني إنفراستركتشر، مساهمين، عملاء، وجوانب تنظيمية. والحمد لله يمكن آخر سنتين أو ثلاث سنوات كلنا شاهدنا تطور ملحوظ وكبير في قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها قبول المدفوعات في عند التجار، قبول مدفوعات التجارة الإلكترونية، نسب نمو عالية جدا في مدفوعات نقاط البيع، نسب نمو عالية جدا في مدفوعات التجارة الإلكترونية. يمكن الحين قليل من الحضور يمكن في بوكا فلوس ويستخدم الفلوس، أكثر شيء الآن الجوال، البطاقات، ففي تقدم كبير الحمد لله. يمكن حتى فترة كورونا دعم التحول التقني اللي صار، وجود إنفراستركتشر، وجود إنفراستركتشر قوي جدا، متين، سليم، ولله الحمد طبعا بجهود البنك المركزي، وحتى أيضا جهود المرتبطين بالقطاع المالي سواء المؤسسات المالية أو العملاء أيضا. ما ودي أخذ الوقت كثير، يمكن بنتقل لزميلي سلطان قدم عن أنشطة التمويل. الله يحييكم جميعا. أنا ما ودي والله أوقف وأقدم العرض زي ما أنا متعود دائما، إذا تسمحوا لي ممكن. طيب حياكم الله، أكرر الترحيب فيكم وأشكر زملائنا فنتك السعودية وزملائنا المشاركين من الهيئة وزملائنا من البنك المركزي. اليوم راح نتكلم عن أنشاط التمويل والتقنية المالية بنشاط التمويل. ودي أن الصورة تكون معنا كلنا واضحة بداية من البيئة التجريبية كمخرجات، واللي راح أتكلم عنه وزملائي في المدفوعات والتأمين هي ترى امتداد للمخرجات. إحنا نجرب في البيئة التجريبية، تنشر القواعد والتشريعات، ثم تبدأ مراحل الترخيص. الحمد لله اشتغلنا مع الزملاء في البيئة التجريبية على ثلاث أو أربع أنشطة، منها النشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية. كان موجود ضمن أنظمة التمويل نشاط التمويل الاستهلاكي اللي يقدم من جميع البنوك وشركات التمويل. كان المينيمم ريكوايرمنت كابيتال حوالي 100 مليون. كان هذا تحدي كبير لدى بعض المستثمرين، ودخل موضوع الديجيتاليزيشن دورس من ناحية البيئة التجريبية، ودخلت شركتين، اشتغلنا مع الشركتين كلوز، عرفنا إيش المخاطر وطلعنا بالنهاية بهذه القواعد. مينلي هو تمويل استهلاكي لأغراض استهلاكية، الكابيتال حقه نزل إلى حوالي 90% إلى 10 مليون، لكن رحلة التمويل من الابتداء إلى النهاية هي ديجيتاليزيشن، الAKYC حق العميل ديجيتاليزيشن، التوسيط السلعة هو شيء إلكتروني، إلين تنزل التمويل في حسابات الأشخاص كله من خلال التقنية المالية. في ريستريكشن من ناحية عدالة التعاملات، عشان يصير في عدالة التعاملات بين شركة التمويل الاستهلاكي النورمال وبين شركة التمويل الاستهلاكي، صار في ليميتيشن على المبالغ الممنوحة، هي تتراوح من 25 إلى 50 ازدبند على الشرطات البنك المركزي، اشتراطات أقل من ناحية المناصب القيادية، الخبرات المطلوبة. ما راح نقارن إن شركة رأس مالها 10 مليون وعندها تمويلات كبيرة كمخاطر بشركة توها ناشئة وهم مستثمرين للتطوير، صار فيه بعض القيود. فيما يتعلق بما بعد الإشراف فيه شوي تخفيض من المتطلبات كسوبرفيجن، لكن في النهاية عدالة التعاملات واستقرار القطاع المالي هذا نأخذه بعين الاعتبار ولا نحاول أنه يصير فيه. اشتري الآن وادفع لاحقا، يمكن سمعنا بهذا خلال السنة الماضية. إلى الآن هو ليس منظم ولا مشرع دوليا، كل ما صدر دوليا هو توجيهات إرشادات فيما يتعلق بحماية المستهلك الفرد. صار في بعد الأزمة اللي مرت بكورونا فيه مثل ما يقولون الديماند عالي عليه، البنك المركزي ارتأى أنه ممكن هذا النشاط مستقبلاً يكون تحت مظلة البنك المركزي، يحتاج إلى النظر عليه. لذا طلعنا إرشادات وأعطينا مهلة لمدة شهرين، انتهت بـ4 ديسمبر الماضي، للتقدم بطلب. تلاحظون هي إرشادات، ما فرضنا ولا أي regulation أو أي قيود. إحنا we need to understand
لدينا شركتين الآن هي تابي وتمارا يعملون في البيئة التجريبية. عندنا understanding كامل عنهم حالياً. الفترة القادمة ممكن نبدأ نمنح تصاريح وليس ترخيص، هنا في فرق بين التصريح والترخيص، لكن في اشتراطات عملنا عليها خلال الفترة الماضية راح نشوف عليها. رد التصاريح مبدئياً بتكون من 6 شهور إلى 12 شهر حتى understanding، لين تتضح الصورة حتى عالمياً إذا في مشرعين عالميين بيفرضون بعض القيود. البنك المركزي على اطلاع كامل وتعاون في هذا المجال. بيسكلي الفكرة من اشتري الآن هي من خلال العمليات الإلكترونية للعملاء الأفراد للشراء إلكترونياً من المتاجر الإلكترونية. هذا هو السكوب الحالي عندنا الآن. مستقبلاً ممكن يتوسع السكوب، هل يشمل التمويل الكوربريت ولا ما يسأل. المدة الزمنية ما تتجاوز 12 شهر. في كاب نتكلم عن ما يتجاوز 5000 ريال اللي هو العملية التمويلية. النشاط الثاني اللي هو نعتبر من التقنيات اللي هو موضوع الوساطة الرقمية. الوساطة الرقمية نتكلم إنه شركات التمويل والبنوك يصير فيه وسيط سميناه وسيط رقمي يجهز العميل للبنك لمنح التمويل، لكن على اشتراطين رئيسية اللي هي أخذا بالاعتبار الجدارة الائتمانية للعميل زائد ملاءته المالية. بمعنى إنه إحنا ما نتكلم عن المسوق العادي اللي يربط بين العميل وجهة التمويل، لا، الوسيط راح يدخل في عملية الجدارة الائتمانية، راح يدخل في عملية الـ AQIC حق العميل، راح يدخل يتأكد من البيانات الائتمانية للعميل، راح يتأكد إنه العميل ملتزم بمبادئ التمويل المسهول، ويكون العميل جاهز لمنح التمويل للبنك. هنا راح يقل الأوبريشن كوست على البنك أو جهة التمويل، في جهة تراست تساعد البنك على اتخاذ القرار بطريقة أسرع. النشاط الآخر نشاط التمويل الجماعي بالدين، هو منصة إلكترونية تربط بين طالب التمويل والمستثمر النورمال. تختلف نوعياً عن موضوع عن الوسيط، لأنها هي راح تدخل طالب التمويل هو يطلب من خلال المنصة. المنصة عليها أدوار رقابية بما أنه تسوي تحليل للعميل نفسه، تسوي له تحليل للقوائم المالية، تطلع هذا كفرصة للمستثمرين بشتى أنواعهم أفراد أو شركات، وتقول من يبغى يأخذ المخاطر معي في هذه الفرصة. أوكي، بمعنى هو تمويل مقدم من الأفراد، ممكن لشركات التمويل أنهم يدخلون كمشاركين في هذا العلاقة، لكن في النهاية طالب التمويل هو اللي راح يحصل التمويل. هي حصراً للمنشآت ولا تقدم أي تمويلات استهلاكية، وهذا دعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتناهي الصغر. طيب، نتيجة لذلك من مخرجات البيئة التجريبية من كانوا يعملون ومن تقدم بعد صدور. إحنا الآن في الإدارة عندنا الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل عندنا قرابة 30 شركة، منهم 8 شركات تمويل استهلاكي مصغر و13 تمويل جماعي ممكن بس و10 وساطة رقمية. الآن هذا كلهم ما زالوا تحت الدراسة. التمويل الاستهلاكي المصغر في بعضهم حاصل على موافقات أولية، في بعضهم ريسنتلي تقدم لنا، لذا أنه الباب مفتوح للتقدمات في ظل أن الإرشادات موجودة والنماذج طريقة التقدم كلها موجودة، وبعرج عليها الآن بشكل سريع ونترك مجال. طيب، باختصار مرحلة الطلب أو المستثمر إذا تقدم لدينا يمر بأربع مراحل: السبمشن أو التقدم، وهذا واضح وفق البنك المركزي في إرشادات التقدم، إيش النماذج، في شيك ليست يعبيها المستثمر قبل ما يقدم علينا. في فريق مسؤول عن تأكد من استكمال المستندات، إنه ما في نواقص في المستندات، يعطى المتقدم خطاب اكتمال الطلب. خطاب اكتمال الطلب ايش يعني للبنك المركزي؟ يعني إنه الملف جاهز للدراسة الفنية. يبدأ يدخل مرحلة الدراسة الفنية، وتبدأ المدة الزمنية اللي هي ملتزمة بها البنك المركزي 60 يوم عمل للأنشطة التمويلية أو 30 يوم عمل للأنشطة المساعدة للرد على المستثمر بالقبول أو الرفض اللي هي الموافقة الأولية. الموافقة الأولية تصدر بعد
استيضاح الملاحظات، وإذا في ملاحظات معينة يكون في استفسار بيننا وبين المستثمر، اجتماعات، استيضاح في دراسة الجدوى. إذا الصورة كلها مكتملة يصدر قرار معالي المحافظ بالموافقة الأولية التي تعني لا يوجد ما يمنع من ناحية المبدأ أن الكيان المتقدم يمارس هذا النشاط باشتراطين. الاشتراط الأول اللي هو تأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات، وهنا يحال الملف إلى وزارة التجارة، وهنا دور المستثمر يعمل على استكماله. في نفس الوقت يعمل المستثمر مع البنك المركزي على استكمال البنية التحتية، الكوادر البشرية، المقر، اكتمال السياسات، وهذا يكون فيه أخذ ورد بيننا وبينه لين تكتمل الصورة. إذا خلص تأسيس الشركة وأودع رأس المال وجاب سجله التجاري واكتملت اشتراطات البنك الإضافية، يقوم فريق البنك المركزي بزيارة ترخيصية إلى مقر الشخص. خلال الفترة الماضية كل اللي جانا على مستندات وعلى ورق، نيجي على أرض الواقع نشوف المقر، نقابل المرشحين للإدارة العليا، يكون فيها الغالب تكون هي فول دي، يكون معانا زملائنا من المخاطر السبرانية، يكون معانا زملائنا من إدارة غسل الأموال، يكون معانا الفريق الفني من السوبرفيجن، نقابل المستثمرين بشكل كامل. إذا ما في ملاحظات جوهرية تعيق الترخيص، يتم منح الشخص الترخيص والسماح له ببدء ممارسة النشاط ويستمر كشركة مرخصة. إذا في ملاحظات تعيق الترخيص، يتم إشعار المرشح فيها لاستكمالها. إذا في ملاحظات ممكن يتفق عليها على خطة عمل خلال 3 شهور أو سنة، البنك المركزي كدعم لهذه الفئات يسمح أن وجود ترخيص مع خطة لفترة لاحقة. طيب اسمحوا لي أنا ممكن أسير هنا على التحديات اللي تواجهنا من خبرتنا مع المستثمرين أو المقبلين على التقدم. هي 4 أشياء ودنا المستثمر يعرفها أني أنا بكون تحت مظلة البنك المركزي، أنا بصير جزء من القطاع المالي، في مخاطر ممكن أن أتحملها وأثر على القطاع المالي بشكل كامل، اللي هي اطلاع الأشخاص أو المستثمر بشكل كامل على اللوائح والتشريعات المنظمة لعمله. بمعنى أنه في ناس يمكن أنه يقول أنا مطلع على القواعد لكنه ما اطلع مثلا على جزء مثلا المخاطر السبرانية، ما اطلع على موضوع مكافحة غسل الأموال وأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب واللوائح التنفيذية، هذه راح تأثر عليك كثير. بعض الناس يتكلم يقول أنا والله ما ودي أستثمر في التقنية المالية لأنها مكلفة. طيب أنت مقدم على التقنية المالية، لازم أنك تستثمر في التقنية المالية. هذه الكالتشر تحتاج أنها يفكر فيها المستثمر قبل ما يقدم عليه البنك المركزي. الربط مع الجهات ذات العلاقة ليس ما أجرته. كل اللي تكلمنا عنه نجاة نتكلم AKYC. الآن بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومة جالسة تساعدك في موضوع الانتجريشن وتساعدك على موضوع AKYC. صح أنها مكلفة جزئياً بالنسبة للمستثمر، لكن الزملاء في البيئة التجريبية وكالة تطوير القطاع المالي عملوا جاهدين لحصول على خصومات من شركات سيما وعلم ويقين، أسعار صراحة تنافسية لمدة 3 سنوات تساعد المستثمر أقل شيء في بداية العمل أنه يصير فيه تخفيض من التكاليف. هذه لازم يحتاجها، وعشان تربط لازم يكون التقنية المالية عندك شوي عالية. الأمن السبراني هذا صراحة أنا أسمي دائم خط أحمر، ونيته صراحة اطلاع على متطلبات الأمن السبراني، ما يصدر من الهيئة العامة للأمن السبراني، ما يصدر من البنك المصري، البنك السعودي، المركز السعودي على موضوع متطلبات الأمن السبراني والتقنية المالية. فعلا نحتاج كمستثمرين أن نصير أوير عليها. الديزاستر ريكفري والتقنية المالية بشكل عام هي جزء من هذا الموضوع. ختاما وقبل ما تنقل زميلتي نورة، فعلا احنا ونيد المستثمر انه يقدم علينا وفقا للموجود، لكن الاطلاع الكامل والإلمام هي شيء مهم صراحة. نتمنى من المستثمرين انهم يكون على اطلاع كامل قبل التقدم. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. أضغط هذا الكبير.
يعطيكم العافية جميعاً وشكراً على وقتكم وحسن الاستضافة. ببدأ معكم نورة اليحيى من الإدارة العامة للرقابة على التأمين. إن شاء الله النقاش بيكون عن التقنية التأمينية. التقنية التأمينية صراحةً في الفترة الأخيرة تطورت بشكل مرة ملحوظ سواء في المملكة أو خارج المملكة. البنك المركزي من خلال أعماله وحرصه على تطوير القطاع المالي اهتم بتطوير الأنظمة والبيئة التنظيمية للقطاع التقنية التأمينية. فممكن نشوف أنه في 2011 البنك المركزي أصدر قواعد لائحة عمليات التأمين الإلكترونية. اللائحة كانت تهدف بالأساس إلى أعمال البيع وخدمات ما بعد البيع الإلكترونية. ذاك الوقت لاحظ البنك المركزي إقبال الناس على الأعمال الإلكترونية واهتمامها فيها، فأصدر لائحة تعنى بوضع الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة على شركات التأمين والشركات الخدمات المساندة للتأمين الالتزام فيها. بعد ما طلعت اللائحة وبدت الشركات وبدت شركات الخدمات المساندة للتأمين بالعمل بموجبها، صراحة صناعة التأمين تطورت بشكل عام، بشكل خاص التقنية التأمينية. فاللي تبين لنا ظهرت أفكار كثيرة، كان يمكن واحدة من أبرز الأفكار اللي ظهرت اللي هي أعمال الوساطة الإلكترونية. الوساطة الإلكترونية ما كانت مجرد عملية بيع وشراء، تضمنت عملية مقارنة ويمكن كانت مميزة حتى حول العالم. فلاحظ البنك المركزي هالموضوع، بدأ في البداية يعمل مع الشركات جنب لجنب. جت شركات الوساطة الحالية اللي موجودة وجت شركات التقنية واتحدوا مع بعض، طوروا منصات تضمن أن في مقارنة لحظية لوثائق التأمين وتوفر عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع إلكترونياً. ابتدت بفترة تجربة كانت تحت إطار ضيق، يمكن حتى كان قبل نبدأ في الساند بوكس بشكل مكثف في نهاية 2017 بداية 2018. والحمد لله كانت تجربة جدا ناجحة، تعاونوا معنا الزملاء في الأمن السبراني والزملاء في كافة الوحدات، والقطاع كان له دور كبير جدا في إثرائها، نتج عنها قواعد الوساطة الإلكترونية نظمتها بشكل كبير. طبعاً واحدة من الأشياء المهمة جداً واللي راعاها البنك المركزي إن شركات التقنية وإن دخلت للقطاع المالي باعتبارها مؤسسات مالية إلا أنها تحتاج نوع مختلف من المراعاة. بمعنى شركات الوساطة مثلاً على سبيل المثال الاعتيادية كان رأس المال لها 3 مليون، بينما شركات الوساطة الإلكترونية هي قادرة أنها تقوم بذاتها، ولكن 3 مليون بالنسبة لها عبء. فراعى البنك المركزي هالشيء، بس في المقابل ضوابط الأمن السبراني لازم تكون أعلى. فنفس الشيء هذا كله أخذ بالاعتبار وبناء عليها طلعت القواعد المنظمة. الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت في تجارب كثير ناجحة، ولاحظنا مع الزملاء في الساند بوكس أن في كثير من التقنية المالية التأمينية ودها تطلع، ودها تتبلور أكثر، ويعني to be shaped more في البيئة التنظيمية. فقبل فترة يمكن قبل تقريباً شهرين أصدر البنك المركزي أو طرح البنك المركزي لمرئيات العموم قواعد التقنية المالية التأمينية. هالقواعد إحنا نشوفها واحدة من يعني المخرجات، بإذن الله إحنا مستمرين في الأعمال والجهود لتطوير هالنشاط، ولكن هذه القواعد تهدف إلى أنها تنظم نشاط التقنية التأمينية بشكل عام. القواعد يمكن الأغلب إذا كان متابع لاحظها، طرحت لمرئيات العموم. الهدف كان أنها تكون عامة وتوضح الحد الأدنى من المتطلبات لأي شركة تستهدف أنها تمارس أعمال التقنية المالية التأمينية، سواء كانت أنشطة بحد ذاتها تتعلق بالتأمين نفسها أو الخدمات المساندة لها، وهي شركات قادرة أنها تقوم بحد ذاتها. تم زي ما ذكرت أن في حد أدنى للمتطلبات والعمل جاري طبعاً بإذن الله. إحنا الحين حالياً في مرحلة دراسة مرئيات العموم والنظر في يعني تعديل القواعد تمهيداً لصدورها بالشكل المناسب. في الفترة اللي بتليها أكيد أن في أنشطة بتطلع وبيكون لها طابع مختلف، مثل ما الوساطة الإلكترونية كان لها طابع مختلف وصار لها قواعد خاصة، ممكن أنشطة ثانية يكون لها قواعد خاصة. هذا من الأشياء اللي إن شاء الله بتكون في المستقبل نهدف طبعا فيها المرونة عالية، بس بعد في معايير معينة مثل AML والأمن السبراني ممكن نكون شوي شديدين فيها علشان نضمن أن الشركات مخرجاتها تعود بالنفع للأصحاب الشركات وللمتعاملين وبالتالي استدامة القطاع.
فإذا ممكن استعرضنا شوي مراحل الترخيص. طبعاً يمكن أنا شابه أخوي سلطان في المراحل، هي 4 مراحل. الشركة تقدم الطلب، يتم فيه دراسة، في البداية يعطى ترخيص مبدئي للتأسيس. طبعاً شركات الوساطة الإلكترونية عندنا حالتين، إما أنها تكون مجرد خدمة من شركات وساطة قائمة حالياً، أو أنها شركة تقوم بذاتها. مجرد ما يجي الطلب يتم دراسته ويعطى الترخيص المبدئي للتأسيس. خلالها تبدأ المرحلة الثانية، تبدأ الشركة في أعمال الربط الإلكتروني، سواء كانت مع شركات التأمين أو شركات مصادر التقنية. بعدها بإذن الله متى ما الشركة وقفت على رجولها نقدر نقول نعطيها الموافقة للإطلاق التجريبي، نضمن أن الشركة ماشية في الطريق الصحيح والأمور كلها مناسبة ومحققة لكل الالتزامات، وبناء عليها تعطى الموافقة النهائية. أما بالنسبة لمراحل الترخيص لأي شركة بتدخل تحت نشاط التقنية المالية التأمينية بناء على مسودة القواعد، فبيكون نوعا ما مشابه في دراسة الطلب. الطلب يمكن المتطلبات بتكون أكثر عموما، لأن احنا نبغى نشوف وش النشاط، وعلشان نقدر نغطي الأنشطة المختلفة تتطلب دراسة جدوى، رأس المال المتوقع، والكيان القانوني، وأي مستندات ممكن تدعم هذا النشاط وتثبت جديته. بعدها يتم دراسته من قبل البنك المركزي ويعطى ترخيص يميز الأنشطة أنها ممكن تقوم بحد ذاتها. إذا أعطيت الترخيص المبدئي للتأسيس تبدأ تحصل على موافقة البنك المركزي للترخيص المبدئي للتجربة، وإن شاء الله إذا استوفت كل المتطلبات تعطى الترخيص النهائي. بالنسبة للتحديات أو الصعوبات اللي تواجه في مرحلة الترخيص، هي ما هي تحديات أو صعوبات، بس هي أمور إحنا لاحظناها ويمكن نبغى نسلط الضوء عليها، بحيث أن الشركات لما تدخل تكون عارفة هي وش مقبلة عليه. بالنسبة للكفاءات المشتركة، طبعاً إحنا لاحظنا في كفاءات جداً عالية في الجانب التقني الفني، وفي كفاءات جداً عالية في الجانب الفني للتأمين. إحنا نبغى هذه الكفاءات تجتمع، لأن إذا جتني شركة تأمين وتبغى ترخص في مجال التقنية وهي كفاءتها وفهمها كلها بيور تأمين، صعب أنها تقدر توفر لي المتطلبات التقنية اللازمة أنها توفر أعمال تقنية تأمينية. وبالمقابل نفس الشيء شركة التقنية تحتاج أنها تفهم لصنعة التأمين نفسها عشان تقدر تقدم خدمات التقنية التأمينية. هذا من الأمور المهمة جداً. يمكن إحنا لاحظنا في وساطة التأمين الإلكترونية أنه كان في البداية اندماج، كانت تجينا شركة الوساطة مع شركة تقنية وتقدم الخدمة مع بعض، إلين ما صار في شركات تقنية تقدر تقوم بذاتها لأنه صار عندها خبرات، والعكس كذلك. طبعاً هذا واحدة من التحديات يمكن اللي واجهتنا، يمكن ينتج عنها عدم الالتزام بالمتطلبات. بمعنى أنا لو جتني شركة تقنية كل متطلبات الأمن السبراني يمكن ألقاها، بس بالمقابل الأيمل والمتطلبات صناعة التأمين نفسها ما يكون عندها الخبرة الكافية فيها أو ما استوفتها بشكل كامل، فيؤدي إلى طول إجراءات الترخيص، إلى طول المتطلبات، وقد يقابل الطلب بالرفض نتيجة هالأسباب. في برضو عندنا تحدي آخر برضو اللي هو عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية المختلفة. يعني الشركة تكون جاية ما هي مطلعة على كافة الإجراءات ولا التراخيص المختلفة. يعني تجينا شركات تقنية ودها أنها تكون الستورينج خارج المملكة، أو في شركات تبغى تقلل الليفل من الأمن السبراني أو تقلل من معايير الـAML. فمهم جداً أن الشركات عشان تثبت جديتها وتثبت قدرتها على إنجاز أو تحقيق الأوبجكتيف اللي هي تهدف لها، أنها تكون مطلعة على كافة هذه المتطلبات. ودائماً وأبداً إحنا موجودين، إحنا صراحةً يعني دائماً ويكونكت مع سعودي فنتك، مع المستثمرين، مع أصحاب الابتكارات، نشوف وش الطرق المناسبة. ويمكن حتى في خلال العمل على قواعد التقنية التأمينية إحنا قابلنا كثير من الشركات، حاولنا نفهم منهم وش الأشياء اللي هم يحتاجونها ونوازن بينها. مثل ما قال أخوي سلطان، إحنا نبغى نحقق العدالة التعاملات واستقرار القطاع المالي. شكرا جزيلا، وأتوقع الحين يمكن نبدأ بالQ&A. يعطيكم العافية، شكرا نورا، شكرا سلطان، نواف، تركي، سارة. الأسئلة والأجوبة، ولكن اسمحوا لي المرة هذه عاد نبدأ بالحضور، المرة هذه بنبدأ بزوم. طيب السؤال الأول، أنا شركة خارج السعودية، هل أقدر أقدم على الساند بوكس؟
استطيع التقديم على البيئة التدريبية، بس لازم يكون عندهم شريك مرخص من قبل البنك المركزي السعودي موجود في السعودية، وهذا الشريك هو اللي يقدم النموذج الخاص بالتجربة. فعادة أغلب الشركات الأجنبية يدخلون معهم شريك بنك، وهذا البنك يقدر يقدم على البيئة التدريبية التشريعية. ممتاز. طيب كيف البنك المركزي يضمن أنه الممارسات ثابتة من ناحية التراخيص اللي تصدرونها، علما أنكم تأخذون بس شركة أو شركتين في الساندوكس؟ صحيح. طيب السؤال هذا مهم جدا. الحين أنا بعض الأحيان يعني يجيني طلبات، يمكن يكون 5 أو 10 طلبات على نفس نموذج العمل. طبعا الماتشوريتي بين هذه الشركات غالب الوقت تختلف، في شركات عندي هاي ماتشوريتي، في شركات لو ماتشوريتي. أنا عادة أركز أني أخذ شركات هاي ماتشوريتي، ممكن شركة ميديا ماتشوريتي وشركة لو ماتشوريتي، أشوف الاختلافات بينهم. حتى بعض الأحيان هم من بعيد تشوفهم نفس البزنس موديل، لكن اليوز كيسز اللي بيجربونها مختلفة، فأنا أخذ هذه الاختلافات عندهم أجربها لفترة محددة، بعدها أصدر لها القواعد المناسبة، وتقدر جميع الشركات وقتها تقدم عليها بشكل مباشر. بس في البيئة التدريبية أنا أحرص أني أجرب المنتج بغض النظر عن عدد الشركات الكبير المقدم. واضح. طيب سؤال يمكن موجه بالساند بوكس وللتمويل، بخصوص قبول شركات في منتج هو موجود في الساند بوكس، هل يتم قبول شركات إضافية أم يتم الانتظار لحد تخرج الشركات لقبول شركات جديدة؟ هو كان يسأل كمان على الشراء الآن والدفع لاحقاً تحديداً. طيب اسمعني يا دركي. طيب بشكل عام البنك المركزي دام أنه الشركات في البيئة التجريبية تعمل ولم يصدر أي تعليمات أو قواعد، فلا يتم استقبال أي طلبات ترخيص إلين يصدر النظام أو التعليمات، ويصدر معها إرشادات التقدم والنماذج الخاصة. ونفس الشركات اللي فيها البيئة التجريبية تتقدم بطلب الترخيص وفق القواعد الجديدة. هنا نتكلم عن عدالة التعاملات أيضاً، مهم معناها أنه أنت في البيئة التجريبية أنك راح تأخذ الترخيص، تقدم إلى الإدارة المختصة، إذا انطبقت عليك الشروط ترخص بشكل كامل. من ناحية الزملاء ما راح يستقبلون أي نشاط مشابه في البيئة التجريبية، إذا تقدم لهم راح يقول لا صدرت قواعد، توجه إلى الإدارة المسؤولة عن هذا. اشتري الآن وادفع لاحقا، أكون معاكم صادق، لسه ما في قواعد صدرت. اللي طلع هو زي إرشادات من البنك المركزي، يعني يعطي إشارات للقطاع أنه هذا النشاط احتمال كبير يكون تحت البنك المركزي مستقبلا. يجب عليك قبل 4 ديسمبر اللي يمارس النشاط تقدم إلى البنك المركزي بالحصول على التصريح. تلاحظون حتى الإرشادات هي مرة بيسك، هي دراسات جدوى تساعد البنك المركزي على دراسة الاختلافات. الشركتين اللي في البيئة التجريبية ما زالت تعمل، ما زالت تشرف. اللي تقدم لنا الآن في طور أنهم دراستهم، الذي لم يقدم حتى تاريخه هو مخالف للنظام. اللي طلع الآن هو توجيه للقطاع أنه لك فرصة شهرين تقدم، أوكي. لكن بعد تاريخ 4 ديسمبر الماضي المفروض ولا شركة تمارس هذا النشاط حتى وإن تقدمت للحصول على التصريح. الهدف من هذه العملية اللي هو إذا بكرة البنك المركزي راح يرخص، احنا ما نبغى يصير فيه ممارسين كثير بالنشاط، نطلب بكره نلاحقهم نظاميا ونطلب منهم خطه خروج من السوق. لذا احنا ما نبغى يصير فيه ريسك عالي من ناحيه هذا العملاء. لذا حاليا الفتره انتهت للتقدم حقه اشتري الان ادفع لاحقا. مبدئيا عندنا اتكلم ممكن رقم اصر عنه حوالي 11 طلب، ويريسيفر 11 طلب مع الطلبين اللي موجوده في البيئه التجريبيه. طيب استكمالا للنقطه هذه، انا شركه اوريدي مصرحه كتمويل، هل اقدر اقدم على الرخصه هذه باي ناو باي ليتر؟ شركات التمويل والبنوك اتخذ فيها قرار انه بالامكان يقدمون هذا النشاط حاليا كمنتج من ضمن المنتجات الاستهلاكيه اللي عندهم، اللي مرخص لتقديم منتج الاستهلاكي. احنا في البنك المركزي ما زلنا نرى انه مقارب للتمويل الاستهلاكي، ممكن فيه اختلاف كبير، لكن شركات التمويل بالبنوك يسمح لهم بتقديمه كمنتج، لكن طبعا راح يكون فيه اشتراطات اعلى على الشركات والبنوك من ناحيه تقديمه كالكترونيا، من السايبر سيكوريتي، من
اللي يهمل أكثر بكثير من الشركات اللي توها متقدمة. جميل. طيب سؤال النواف، نحتاج معلومات واضحة لمراحل التقدم على ترخيص المدفوعات. المراحل. احنا ما نختلف صراحة عن الزملاء في القطاعات الأخرى، يمكن الممارسة واحدة والإجراء واحد. طبعا لو ناخذها كيس مثلا، أنت عندك شركة أو عندك فكرة تبغى تقدم على ترخيص مدفوعات، أكيد أنك مطلع على القواعد التنظيمية، مطلع على الإرشادات والفايلات، تقدم طلب الترخيص على طرق التواصل اللي موجودة على موقع البنك المركزي. المرحلة طبعا الأولية اللي هي زي ما قال أخوي سلطان التشيك ليست، تتأكد أنه المستندات موجودة وفقا للمتطلبات التنظيمية. نخطر المقدم الطلب بأنه الطلب حقه مكتمل. بعدين تجي مرحلة دراسة المستندات وجودة المستندات المقدمة، حتى يمكن يدخل لها اجتماعات مع المستثمر أو مقدم الطلب، حيث أنه نفهم من عنده الفكرة. يمكن مرات نماذج الأعمال مختلفة، في بعض الأسئلة نحتاج نسألها المقدم الطلب لما يخص نموذج العمل حقه. بعدها إذا ما في أي ملاحظات جوهرية تم الموافقة الأولية. بعد مرحلة الموافقة الأولية نفس الشيء الاديشنال ريكوايرمنتس والمتطلبات، وبعدها إذا ما في ملاحظات جوهرية مرحلة الترخيص. فهي مرحلتين أساسية، الموافقة الأولية والترخيص وما قبلها. طيب سؤال لسارة، إذا عندي فكرة فنتك هل يجب أن أسس شركة وأقدم، أو أقدم بعد تأسيس الشركة ولا قبل تأسيس الشركة؟ تمام. كمتطلبات تصريح ممكن يقدم كشخص اعتباري أو شخص بدون تأسيس كيان، بس كمتطلبات للبدء في ممارسة العمل يحتاج أنه يأسس الكيان. جميل. طيب سؤال مهم الصراحة لأنه يشمل الجميع. بالنسبة لي إدارة الالتزام والكومبلاينس بالنسبة للفنتك، هل أأسس إدارة مثل البنوك ولا يكتفى بشخص؟ إيش المعمول به في سامة أو سي ام اي كمان عشان ناخذ وجهتين النظر؟ تمام أبدأ. أوكي. طبعا يختلف مع اختلاف المتطلبات التنظيمية الإضافية وفقا لنموذج العمل، فكل نموذج عمل له متطلبات تنظيمية إضافية تحدد فيه المتطلبات اللي تخص تخصصات معينة. بعض الوظائف ممكن أنها نطلبها في المتطلبات التنظيمية الإضافية بتحديد. سامة ما أدري نورا يمكن. وش نوع النشاط؟ وش الكيان اللي أنت بتمارس النشاط من خلاله؟ حجم النشاط اللي أنت بتمارسه وبناء عليه، يعني هذه كلها من ضمن المتطلبات لما يتم تقديم الطلب بناء عليها بيصير في assessment، وش الكريتيريا اللازمة أو وش المعايير اللي تتطلب وجودها، وبناء عليها تكون المعايير واضحة. سام أو يالدن، وهو في البيئة التجريبية ولا بعد ما صدرت تعليمات وتخرجت؟ أعطني الإفادة في السيناريوين. طيب أنا بأكد على موضوع بعد التخريج إذا صدرت قواعد، فيما أنا بالنسبة للبنك المركزي في متطلبات التعيين في المناصب القيادية، هذه منشورة على موقع المؤسسة وتحدث، وآخر تحديث لها كان إبريل 21، والمطلع عليها بيلاحظ أنه قطاع التأمين إيش المناصب اللي مطلوبة عليه، المدفوعات إيش المناصب اللي عليه، التمويل احنا قسمناه صراحة إلى ثلاث أجزاء، فرقنا وش الأنشطة، فرقنا بين شركات التمويل، وفرقنا بين شركات الوساطة، وفرقنا بين شركات تحصيل الديون، وفرقنا المناصب القيادية هي محددة. أوكي، تلاحظون فيها اختلافات بين الشركات، في بعض الشركات على سبيل المثال مثلا مدير التحصيل، مدير التحصيل بالنسبة لشركات تحصيل الديون نقول هذا أهم منصب عندنا وناخذ عليه وتختلف الخبرة حقتها، لكن إذا جينا على موضوع الوساطة الرقمية ممكن ما يتطلب عليهم مدير تحصيل، لكن مدير التقنية المالية هو اللي راح ندخل ونشوف الخبرة حقته، ما راح نقبل بخبرة، لذا هي is depend على نفس النشاط. البيئة التجريبية ممكن تركي، أعتقد عندكم ضابط اتصال. أغلبها ابتكارات جديدة، وحنا عشان في البيئة التجريبية ندعم الابتكار، في نفس الوقت نسوي ريلاكسيشن ويفرز للشركات، بس في نفس الوقت لازم يكون في نسبه التزام معينه يلتزموا فيها الشركات، بس بشكل عام نوفر لهم نوعا ما من الريلاكسيشن بخصوص الالتزام. جميل.
طيب آخر آخر سؤال، عندي فكرة ماني ماركت دي بي ام، على مين أقدم، الهيئة أم سامة؟ حتى لا ما وضح الطلب. هو عنده منتج ماني ماركت دي بي ام، يبغى يعرف سامة أم سيمي. طيب أنا بالنسبة للطلبات، حتى اللي عنده مسألة بخصوص الطلبات، أنا صراحة أنصحهم يا يتواصلون مع الزملاء في فنتك السعودية لأساس نفهم نموذج العمل بشكل أكبر، نشوف اليوز كيسز، وممكن يتواصلوا معنا في الإيميل بشكل مباشر، وحتى إن شاء الله الزملاء ما راح يقصروا معنا في السوق المالية، لازم نشوف طبيعة المنتج واليوز كيسز اللي فيه عشان نقدر نفيدهم بشكل أكبر. أنا سألت السؤال عشان تقول هالمعلومة. خلاص أنا دمشق لمنتك. طيب يعطيك العافية، المجال للحضور. السلام عليكم. أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو البيئة التجريبية. اليوم لما أبدأ أنا كشركة وساطة مالية إلكترونية، كم عدد العملاء اللي مفترض أن مسموح لي أني أستقطبهم أو أني أجيبهم عندي؟ تمام، طيب سؤال جميل جدا. بالنسبة للوساطة التمويلية الإلكترونية، زي ما تعرف، زي ما ذكرنا، هذا المنتج تم اختباره عندنا في البيئة التجريبية وأصدرت له قواعد، فحاليا غير ممكن قبوله في البيئة التجريبية. تقدم على القواعد بشكل مباشر، توقع يقدر يفيدك فيها إن شاء الله بشكل أكبر أخوي سلطان الحرك. عشان أفهم سؤالك، تتكلم هل في ليميتيشن على العملاء؟ لا، ما في ليميتيشن على العملاء، الله يقويك ونورك. بس قوتك مع الممولين والشركات التمويل تو لينكت وذ ذم. السلام عليكم. احنا عندنا الحين بي ام بي ال، بس التارجت ماركت حقنا اللي هم الكوربريت، فهل نحتاج لايسنس في المرحله هذه ولا ايش نصيحتكم؟ سؤال مبارك. الباي ناو باي ليتر بالنسبه للشركات. طيب اخوي صلاح حارث. طيب حاليا واحنا ممكن نتكلم عن هذا النشاط، لانه لسه احنا نقول الفتره انتهت من 4 ديسمبر، ما زال صراحه على مستوى عالي المناقشات وش الاشتراطات الاضافيه، لكن مبدئيا ممكن نقول انه اذا كان التارجت سيجمنت هو كوربريت، هو خارج التنظيم حاليا، لكن بعد الدراسه والتقدم ممكن البنك المركزي ياخذه بعين الاعتبار. لكن نتكلم انه في ثلاث اطراف في العلاقه، اللي هو الشركه اشترينا ندفع لاحقا، والمورد هو عميل. هذا اذا كان البزنس موديل هو خارج هذه العلاقه حاليا. يعطيكم العافية. طرمان طرمان، مدير عام شركة يو بيمنتس في السعودية. السؤال لأخ نواف، الله يعطيك العافية. We have been in touch when I was in Artabay. فقبل أسأل السؤال حاب أشكركم الله يعطيك البنك المركزي والزملاء، يعني مثل فيكم على الجهد صراحة وعلى التوعية في مشروع استخراج الرخصة، وعلى لا على المستوى التقني ولا على المستوى الاستشاري. حالياً الشركة لما تقدم على نوع من أنواع الرخص هذه، طبعا فيه ريليتد بروجكتس تكون مع البنك غالبا، مثلا خلينا نقول اجريجيتر موديل، فالبنوك ما تستقبل اي طلب من الشركات هذه لحد مثلا ما يكون كونفرميشن، مو بالابروفل، لا الكونفرميشن من البنك المركزي. فايش تقدر تقدم، او البنك المركزي ايش يقدر يقدم تو فاسيليتيت البروسيس للشركات هذه؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يمكن تتكلم عن جزئيه فتح الحساب البنكي التجميعي. طبعا هذه جزئية فتح الحساب البنكي يعني يعتبر بيئة نظامية، فلما يصير عليه عمليات على الحساب البنكي، المفترض انه اللي يسوي العملية التجميعية يكون مرخص من البنك المركزي، وحنا دارسين اجراءات المخاطر عنده من اول الى اخر نقطة، من ناحية غسل اموال، تمويل الارهاب، من ناحية اعرف عميلك، من ناحية المتطلبات الامن السيبراني وغيرها. ولكن إذا كانت ربط تقني API integration ما بين الشركة والبنك to facilitate transaction من دون live transaction، هذه طبعاً حنا اشتغلنا مع كذا شركة أخذت موافقة أولية أنها تفتح مع البنك بس من دون live transaction، لأن live transaction هو في بيئة نظامية، إذا كان في بيئة نظامية تحتاج أنك تكون مرخص. السلام عليكم.
فيما يخص التقنية التأمينية، هل يوجد حدود لرؤوس الأموال؟ فيما يخص التقنية التأمينية، هل يوجد حدود لرؤوس الأموال؟ أتوقع يمكن هذا أكثر سؤال صراحة جانا في مرحلة الببليك كونسلتيشن. قواعد التقنية التأمينية أرجع أقول أنها كانت عامة، الهدف منها تنظيم النشاط، وضع حد أدنى للضوابط، ومراعاة أن أو بالأصح نعطي مساحة للإبداع والابتكار. الفرص كثيرة والأفكار كثيرة، وجود مبلغ معين أو حد أدنى معين ممكن أنه يعيقها. الهدف أن مقدم الطلب يقدم الطلب متضمن المتطلبات، يوضح نشاط العمل، حجم الأعمال، النشاط اللي هو يبغى يبتكر فيه، وش المتطلبات اللي يحتاجها النشاط عشان يبتكر، والحد ورأس المال اللي هو يتوقع. يعني أنا ممكن ألزم شركة التأمين بحد أدنى لرأس المال لأني أعرف حجم الأعمال اللي بتجيها والمخصصات اللي هي تحتاج أنها توفرها، بينما شركات التقنية المالية التأمينية صعب أني أنا أحدد لين ما أفهم النشاط. فواحدة من الأمور اللي وضعنا فيها مرونة أن رأس المال يتقدم مع الطلب، ويصير فيه أسسمنت، بيصير فيه خلال مرحلة تقديم الطلب مراجعة الطلب، اجتماع مع الشركة والإدارات المختلفة لفهم كل الأنشطة وتحديد الحاجة، وإذا ما كان الحد الأدنى رأس المال المقدم مناسب للنشاط أو لا. السلام عليكم. في حال وجود بالحل التقني يحتوي على عدة جوانب، منها جانب ادخاري، جانب تمويلي، وجانب استثماري، هل في كولابوريشن ما بين هيئة سوق المال والبنك المركزي فيما يختص بالترخيص لاحقا؟ جاوبين على يسار اتقدم ان نتطلب segregation المخاطر اللي مرتبطة بنموذج العمل. فجواب نعم أو لا يتحدد بعد تقييم نموذج. طيب، وبالنسبة لهذا النوع من المنتجات، زي ما تعرفون أطلقت مبادرة فنتك السعودية البنك المركزي وهيئة السوق المالية بالتعاون على أساس بعض هذه المنتجات، أساس كلابوريشن بينهم. فأنا ودي صراحة إذا عندكم منتج وأنت يو بليف إنه تحت البنك المركزي السعودي وأيضا بعض الاسبكتس في تحتيه السوق الماليه، تواصلوا مع الزملاء في فنتك السعوديه وان شاء الله بيفيدوكم على البروسس موفينج فورورد. تمام، يعطيك العافيه، شكرا حبيبي. الله يعافيك. السلام عليكم. محامي انا قرشي. احنا لنا توجه في دخول في البيئه التجريبيه، بس السؤال هو كالتالي: في حاله تخارج او الغاء النشاط والى اخره، هل يتم تعويض الشركات اللي يتم إخراجها من السوق أو إلغاء النشاط؟ هذا السؤال. الشركات طبعاً تختلف الحالات في إيقاف التجربة، بس حنا أصلاً قبل ما تدخل الشركة، الشركة لازم تأكد عندها الفندنج المناسب على أساس تبدأ فترة التجربة. تعرف زي ما قلنا فترة التجربة محددة بين 6 شهور إلى سنة. حنا نسوي دو ديليجنس على أساس الشركة يكون عندها فندنج محدد. في نفس الوقت في حال فشلت التجربة، العملاء ما يتضررون من إيقاف هذه التجربة. فتقريبا تقدر تقول كل الشركات اللي داخلة عندها ماتشوريتي ليفل في حالة التخارج، على أساس يطبقوا خطة الخروج اللي كانوا مقدمين عليها من البداية بعد ما حنا نسوي عليهم الدو ديليجنس. يعني اللي يفهمه انه انتم ما تتحملون اي 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 نسبة مخاطرة من البيئة التجريبية. من اي ناحية؟ من ناحية التعويضات. كتعويضات للعملاء او للشركات؟ تعويضات لنفس الشركة. طيب، الشركات الحين او المبتكرين اللي بيقدمون على البيئة التجريبية، طبعا هو بيكون زي ما نقول عند ليدنج بارتي، انه اول واحد بيدخل في البيئه التجريبيه ويطبق هذا النموذج. طبعا هذه بتفتح له افاق كثيره من ناحيه استثمارات، ممكن يمسك حتى الماركت ليدنج، وايضا بيتعاون مع البنك المركزي في اصدار القواعد. فهو عنده مميزات وطبعا هي لها سلبيات، فهي تعتمد على الانتربرينور ورغبته وابتكاره. فكرة يصير مره لا، البنك المركزي ما يعوض المستثمر، اوكي، لأن فكرة البيئة التجريبية هي فكرة لتجريب منتج جديد، ممكن نقابل مستقبل إصدار قواعد، ممكن البنك المركزي يرتي يقول لا ما يحتاج له تنظيم هذا النشاط وليس تحت مظلة البنك المركزي. لكن اللي أنا ودي أعرج على سؤالك سؤال ثاني، يقول ماذا عن اللي يعملون في البيئة التجريبية وصدرت القواعد وما قدر يستوفي هذه التنظيمات؟
البنك المركزي صراحة من مبدأ عدالة التعاملات يوقف هذه الشركة من البيئة التجريبية ويوقف عمليات الأوبريشن حقها لفترة معينة لين تكتمل إجراءاتها كشركة مرخصة أو أنه يطلب منها خروج من السوق. ليس معناه أنك كنت في البيئة التجريبية وشاركت في عملية فهم القطاع، لكن أنه في ناس بعدك جتهم القواعد والتزموا وصاروا أوبريشن وانت لسه ما سويت ولا التزمت. هنا عدالة التعاملات صراحة عند البنك المركزي أنه من يلتزم هو من يحصل على هذا الترخيص. آخر سؤال بس أخوي سلطان. Yeah. من خلال خبرتكم مع التراخيص والساند بوكس والنماذج السابقة غير البيمنت بروسيسر يعني اللي تقود الشركات ذات ملاءة مليارية صراحة، هل في شركات مثلاً قدرت تنافس الآن في السوق ودخلت بشكل يعني أغلب اللي شفناه الشركات وقفت إلى ليمت معين لأسباب قد تكون عاد تشغيلية أو تطويرية أو أسباب وضعت من سامع، فإذا عندك حصر معين للأسباب هذه أقول لك من شكل. إذا بناخذهم كأنشطة أنا ما أدري أي نشاط تتكلم عنه عشان أقدر أجاوب. غير البيمنت بروسيسر أي نشاط؟ طيب إذا من خلال لستة الساند بوكس أو اللي موجود كتقنية مالية. طيب إذا أخذنا موضوع الكراود فاندينج، كراود فاندينج لسه البنك المركزي إلى الآن لم يرخص ولا شركة. صح إنه موجود عندنا أعتقد 5 أو 6 شركات ما زالت في البيئة التجريبية، القواعد صادرة لها حوالي السنة، لكن إلى الآن ما رخصنا ولا الشركة. نعم هم أوبريشن جالس يشتغلون في متطلبات إضافية جالسة تصدر مع فهم للنشاط، من آخرها اللي هو الحساب التجميعي صدر له تعليمات معينة، وموضوع المخاطر السبرانية ما زالوا، لذا في منافسة فيما بينهم، التحديات مقبلة. لكن إذا بنشوف على الشركات اللي رخصت بعد نتكلم عن التمويل الاستهلاكي المصغر، عندنا شركة واحدة ترخصت أوكي، لكن الشركة يعني معها استراتيجيك بارتنر تيليكوم كمباني المستقبل أمامها. الشركات التمويل اللي هو خلينا نسميه إيجابية الترخيص للشركات بيزنس موديل جديد يأثر على الشركات اللي تعمل بالمسار التقليدي. تحولت الشركات إلى موضوع ديجيتاليزيشن وحولت يعني رقمنة عمليات التمويل إلى من تقليدي إلى رقمي بعد الترخيص لهذه الشركة، لذا في ديماند في منافسة. ما نقدر نحكم هل هو بينجحون ولا منافسة جديدة، بالعكس هذا السوق يحكمها. ونخوك المنافسة المشروعة اللي تساعد على نمو القطاع بالعكس يرحب فيها، ابتكار المنتجات الجديدة اللي تؤثر على العملاء ترحب، لكن ما نقدر احنا نحكم عليها إذا فيها امباكت إلا بعد مرور الوقت. يعطيكم العافية. حياكم. شكرا لكم لتلبية الدعوة والحضور. شكرا نورة، سلطان، نواف، تركي، سارة. متأكد أنكم أثريتوا المتابعين والحضور. سعيدين جدا بتلبية الدعوة. رحلتنا في الجولة ما زالت مستمرة، وبكرة بإذن الله بيكون ختام جولتنا. سعيدين جدا بانضمامكم لنا اليوم فيزيكلي، والأخوة المتابعين مستمرين في رحلة في عالم التقنية. تصبحون على خير.